But the basis of the message which the majority of the Shiites follow is the message of understanding Hussein and the messianic role, because Hussein was martyred in Karbala. يستحقون به أن ينجون من العذاب فلا بد أن يقتل الحسين سلام الله عليه. يقولون عندها أقرت فاطمة سلام الله عليها وسلمت أمرها إلى أن جاء الكتاب للحسين سلام الله عليه. وقع عليه الحسين بأبي وأمي, هناك ناداه الله عز وجل أبا عبد الله لقد اشترينا منك دمك فاطلب لدمك ثمنا أبا عبد الله فما تطلب من ثمن. عندها نادى الحسين سلام الله عليه إلهي لقد اشتريت بدمي ذنوب شيعتي.